الرحمن الرحيم. معكم ابن المتهمة اللي كتقولوا عليها اللي عنفت البنت ديالها, وكما كتشوفوا ذاك الفيديو اللي انتشر, ذاك الفيديو اللي تسرب, معكم ولدها. بغيت نقول لكم بلي الام ديالي راه ماشي كما كتخيل. الام ديالي راه في شيشك, هي يعني واحد النهار تعصبت على واحد السلوك اللي ماشي مزيان كديروا الاخت ديالي, ماشي مزيان داك السلوك, تعصبت عليها هي, ولكن ما حرقاتها, ما مساتهاش كاع. كما كتشوفوا في الفيديو درنا شهاده طبيه للبنت, ما ممسوسه, ما والو, ما عندها حتى اثر جانبيه, يعني هذاك الشيء ما دار لها والو. وداك المسبات وداك الشيء اللي كتقولوا في لي كومونتير الدراري عيب, داك الشيء عيب والله العظيم, داك الشيء راه كيألم من داخل. احسوا منا شويه, ما تبقاوش بحال قطيع تابعين. نتوما عي تابعين الفيديو اللي خرج, اي حاجه خرجت نهضروا عليها, نسبوا الناس, ما عرف شنو هذاك الشيء, ما صالحش. تقدر انت هي تجيبها كتضحك مع صحابك على هذاك الشيء, ولكن راه كاين واحد اخر هذاك الشيء راه ما عالم بها. يلاه المهم, الوالده ديالي انايا ما هذاك الفيديو كان خرج في شهر, كان تصور في شهر 4, كانت كتخلعها باش ما تعاودش دير داك السلوك, خلعتها وكانت عامله معنا, يعني حنا ما عنأديوهاش, يعني غير كنخلعوها. وكانت شي حاجه طارئه, وكانت شي حاجه طارئه, يعني كنا ندخلو ما نخليوش داك الشيء يوقع, ولكن حنا عارفين هي كتخلعها. المهم كيفاش تصور الفيديو, كيفاش تسرب الفيديو, شرح لنا شنو وقع بالضبط. الفيديو كما كتشوف كانت الوالده من داخل كطيب, حتى شافتها كدير داك السلوك, ولات عاودت داك السلوك. قالت لها اجي مالك, علاش كديري هذه, بقات كتقول لها ما تعاودش, ما عرف شنو. الاخرى عاوتاني مشات واحد جوج دقائق, شافتها نفس كدير داك السلوك, جرتها عند الكوزينه, ما يعني راكم شفتوا شنو كاين في الفيديو, كتخلعها, كتحاول تخلعها باش مره اخرى ما تعاودش نفس داك السلوك. الفيديو كيفاش تصور, خوها المتوسط, يعني هذا هو الضحك ديالهم, يصورها باش يبقى يضحك عليها من بعد, يعني هو ما ناويش شي حاجه, هو الاخ والاخت كتعرفوا كيتمازحوا كيفاش المزاح ديالهم, حتى هي لا كان دار شي حاجه, حتى هي كتصور. المهم بعد داك الشيء الفيديو كان بقى في التليفون ديال الوالده شي سيمانه تقريبا, وتمسح, يعني صافي غير حد داك الاخر ما على بالناش حنايا داك الفيديو, ما هي ما قالتش ديروا الفيديو, هو اللي صورها, يعني من غير اذن, ما طلبش منها كاع الاذن. كيفاش تسرب الفيديو؟ الفيديو كيفاش تسرب, حنا ما عرفناش كيفاش تسرب, يعني الفيديو كان بقى في التليفون سيمانه وهو وتمسح, داك الفيديو كان تمسح, هي مسحاته الراس. كيفاش تسرب الله اعلم, يعني شوف من شهر 4 لهذا الشهر هذا دابا 7 شهور دازت على الفيديو, ويجي واحد وينزلو, يعني بلا ما ضبب الوجوه, ما دار والو, يعني الفيديو كما تشدك الفيديو كما تنشر. فهاد الوقيته كامله فين كان التليفون؟ كان التليفون باقي عند الوالده, التليفون ديال الوالده باقي عندها, ولكن الفيديو ما كاينش, يعني كانت تمسح هذيك الايامات. اول واحد تسرب, اول الدراري كانوا كيطاقوني, هاد يماك راه بانت هنا, يماك راه هنا, هذيك السيده اللي كانت نشرات, وعندي السكرينات مي دازت واقيلا شي 9 سوايع كانوا مسحوا لها الفيديو, ما عرفتش شكون اللي مسح لها الفيديو. خرجت بتصويره اخرى كتقول فيها واخا مسحتوا لي الفيديو الله ينعلكم كاملين, وخا الهضره ما خصهاش تقال, غنولي نهضر. والمراه ما كنعرفوهاش كاع, وجاب ذات الحي فين كنسكنوا, جاب ذات الدار فين كنسكنوا, حنا ما عمرنا عرفنا ذاك المراه كاع. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.